ومن علامة قبول الصيام بتاع نفسك إذا كنت صيامك صحيح ولا صحيح أن قلبك يكون مفعما بالشفقة والرحمة وفعل الخير والبر والإحسان بصلة الرحم، إطعام الطعام، إنشاء السلام، صلة الأرحام، عندك الرسائل إياك من أخوك ومن أختك ومن خالتك يا ابني والله ما هذا اللي يمتمن، والله ما عندي تمن أحزي الأولاد على العيد، ولا ما قدرت أكسي أولاد أخوك، ولا ما قدرت أختك، ولا ما قدرت أجيب لهم علبة حلو، والله ما في تمن كل لحم عندنا في البيت، أرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، وكل ما يجي لك رسالة ترميها. كل رسالة تجي لك من قريب فقير حطها في ترميها في اهتمامك. يوم القيامة سيوقفك أخوك وعمك وخالك وجارك. ويقول المولى تبارك وتعالى محاسبا ومعنفا ومعاقبا أولئك الذين قطعوا أرحامهم ولم يطعموا الطعام لأقاربهم. عبدي استطعمتك فلم تطعمني. رب العزة هو المتكفل للدفاع عن حقوق الأرحام يوم القيامة وعن فقراء الأمة. استطعمتك فلم تطعمني. فتقول يا رب وكيف أطعمك؟ كيف أطعمك؟ وأنت رب العالمين. ويقول لك أما استطعمك. استطعمك يعني قالك طعمين، الهمز والسين والتاء للطلب. استطعمك يعني طلب منك إعانة الطعام في شهر رمضان فلم تطعمني. أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. ماذا تقول لربك؟ ماذا تقول لربك وأنت في هذا الشهر الكريم؟ ومن علامة قبول الطاعة أيها الأخوة الأحباب في شهر رمضان، وده عندي نصيحة لنا ونصحها لإخواننا، مهم جدا جدا جدا. إذا أردت أن تثبت تأخذ عضوية دائمة فورإيفر لآخر عمرك في حزب الرحمن، كمل واصل واظب 40 يوم. لا تتخلف عن صلاة الجماعة إذا استطعت، ولا عن الصلاة في وقتها. والقرآن يكون بين يديك أيضا، وذكر الله بين يديك، والاستغفار بين يديك 40 يوم. واحد يقول ليش 40 يوم؟ أنت رجع تكرر مرة ثانية؟ قال لك لا، لأن 40 يوم دي فيها سر. لأن الإنسان يجمع خلقه وبطنه 40 يوم نطق، 40 يوم عنق، 40 يوم مطر. الأربعينات سر أساس في 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 تطور الجسد البنياني الجسدي الإنسان. قالوا وأيضا تمام الأربعين وتمام العقل والرشد. ووعد موسى ربه 40 ليلة، 30 وأتم كلمة قال 40. ومن هنا فإن سر الأربعين مهم جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم من صلى في المسجد 40 صلاة كتب الله له براءة من النار. 40 في أكثر من دليل عليه أن 40 لها سر. فمن حافظ على صلاته وطاعته والتزامه بأمر الله عز وجل 40 يوم حبس شيطانه وحبس الإبليس المخصص لمراقبته ويسمى قبقب. ما قبقب؟ ذكرنا قلنا سابقا علينا في لقاءات الماضية أن إبليس له معسكر خاص يسمى قبقب، يجمع عتاولة الشياطين فيه ويجمهم 40 سنة أكل شرب وتدريب استعدادا لمهمة شاقة. ما هي؟ إذا رأى الإنسان واحد دخل على شهر رمضان وبدأ يصلي فيقول له كلفناك بمراقبتك، لأن استطعت في رمضان أهلا ما قدرت بس بعد رمضان لازم أبطل. فيحرر عقل تكليف بقبقب 1 2 3 4 كلها معه قبقب، ويظل معه يوم العيد. احنا بوقف شرق، احنا في صلاة الصبح بنكون بسم الله ما شاء الله اكثر من 10 و12 صف. بكره يبقوا 10، بعد بكره يبقوا 5، بنرجع يرجعوا الاقدام مثل ما هم. دي حاجه. فقبقب مكلف باطلالك وباغوائك وبابعادك وباقصائك وبحرمانك مده التكليف 40 يوم. فان خرجت ودعست واكملت الأربعين يوما تم القاء القبض على قبقبك، فأمر بحبسية 40 سنة وتبقى فري. بدل ما كان انت زي ما يسموه وانتد مطلوب، الشرطي المطلوب بالقبض عليك اتحبس، فانت اصبحت حرية كاملة ان شاء الله تبارك وتعالى. 40 يوما، بعد 40 يوم تثبت وتأخذ شهادة تثبيت في حزب الرحمن، وابليس لا يجد عليك سبيلا ان شاء الله تبارك وتعالى. فنحن محافظون
ومن أجل أن تكمل الصلاة تبقى فرض تنتقل من صيام الفرض إلى صيام السنة يتعيد نهار الأحد يوم الاثنين بدل 6 أيام من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأننا صام الظهر كله لأن الشهر 30 300 و6 × 4 = 60 فنحافظ على صيام الأيام الست ولا يشترط فيهن التتابع ممكن تصوموا ورا بعضهم ممكن تقسطهم على طول المهم في شهر شوال يصوم كم يوم؟ 6 أيام وأنا بقول لا تصومهم ورا بعض عشان تكمل 10 أيام عشان تبقى اللي بتبقى أنت في المدرسة ضاع تبقى أنت لسه في جامعة رمضان مستمرة يبقى أنت لسه مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بصيام النفل 6 أيام مع العيد العيد كل وفعل ما شئت وفرح الأولاد ثاني يوم بلش الصيام 6 إن شاء الله تبارك وتعالى يكرمك وتكمل 10 أيام نص الزوجة إن شاء الله تكمل 40 يوم نص البنات وأولادنا خليهم يكملوا 40 يوم بعد 40 يوم تم إلقاء القبض على الطباقم وأصبحنا إن شاء الله تبارك وتعالى في مواكبة الصالحين إذا نصل أرحامنا ومن علامة قبول الصيام أن تستأنف عبادة الله يقول المولى تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات وأشهر معلومات يعني من 1 شوال تبدأ هذه الأشهر معلومات فشوال وذو القعدة لغاية فجر يوم النحر هذه تسمى أيام الحج يبقى 70 يوم شهر شوال وذو القعدة والعشر أول من إيه؟ من ذي الحجة هذه هي الأشهر التي يفرض الذي يشرع فيها الإحرام بالحج وحج هذا العام أيها الأخوة الأحباب هنيئا لمن يوفق المولى تبارك وتعالى حج هذا العام هو الحج الأكبر على الغالب والأرجح والله أعلم لأن هذا يتوقف على أمير الحج لكن الراجح أن الحج يوم عرفة سيوافق يوم الجمعة يوم الجمعة الله أكبر سمي بالحج الأكبر لماذا؟ لأنك تجمع ما بين فضل يوم عرفة وفضل يوم الجمعة يوم عرفة الله ويوم الجمعة خير من طلعت فيه الشمس فتجتمع فضيلة اليومين ومن وافقه الله وفقه الله تبارك وتعالى وأعانه وأكرمه بأن يحج ويكون يوم عرفة صادف يوم الجمعة كأنه يحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم حجته كانت يوم عرفة في يوم الجمعة فالحج الأكبر لرسول الله كان يوم الجمعة فبعد رمضان تعب نفسك حتى وإن ما حجيت حتى ما كان عندك النية بس إن شاء الله اللهم أعني على حج بيتك هذا العام حط النية إنما الأعمال بالنية وإن وفقت فبها وإلا لكن لازم يكون عندك النية يخلص رمضان تنوي أشهر الحج تنوي الحج ليكرمك المولى تبارك وتعالى وكافة الأمور الميسرة ومن أعان الله تبارك وتعالى هذا العام فليغتنم حجوا قبل أن لا تحجوا نسأل الله العلي القدير صاحب الأمر التدبير أن يجعل وفيتنا على عمل يرضيه ردنا إليك صائمين أو راكعين أو ساجدين أو ذي القرآن تالين كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون الندم التوبة والتائب حبيب رحمة